السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عبد الشار لنقف على مشروع الاستغلال الهام لمنجم الفحم الحجري، وهذا المشروع اللي يتم حاليا بشراكة جزائرية تركية ينتظر رخصة الاستغلال لينطلق، يعني للانطلاق الفعلي في هذا المنجم، واللي عندما يعني يلحق السرعة القصوى نتاعو أو الطاقة القصوى نتاعو سوف يوظف ما لا يقل عن 500 عامل في إنتاج يعني مادة الفحم الحجري اللي تستعمل في كثير من المجالات، منها مجال إنتاج الحديد والفولاذ في مركبات الحديد بوهران وجيجل وعنابة. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذا الاستثمار الجزائري التركي في استغلال مادة الفحم الحجري في ولاية بشار، والسلام عليكم. اقتصادية فعالة وآفاق واعدة قائمة على شراكة جزائرية تركية قوية، منجم الفحم الحجري بدائرة العبادلة ولاية بشار مشروع استراتيجي هام من شأنه أن يلبي احتياجات المركبات الصناعية المعدنية عبر الوطن وتنمية الإيرادات والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة، لأن هذه المادة تستعمل في إنتاج الفحم الكوكي الذي يدخل في صناعة الصلب. هذه المادة الجزائر تقوم باستيرادها من الخارج. إن شاء الله هذا المشروع راح يخلينا نستغني عن الاستيراد. الفحم المستخرج هنا ذو جودة عالية، تقريبا كثافة الفحم تقدر ب 1.3 إلى 1.4. إعادة تنشيط قطاع المناجم وإطلاق العديد من المشاريع التعدينية سيسمح باستحداث فرص عمل جديدة وخلق حركية اقتصادية بالمنطقة. عدد العمال حاليا 58 جزائري و27 تركي. بعد رخصة الاستغلال عدد العمال بيرتفع على 450 تقريبا، 450 عامل. العمل بيستمر هكذا يعني. هذا المشروع يدخل صدر فيه مشروع متكامل، اللي هو صدر المنتوج المنجم راح يوجه مباشرة إلى مصنع الحديد في تبسة، حيث يدخل الفحم هذا يدخل في صناعة الدينية للحديد. منجم الفحم الحجري مشروع سيساهم في عمليات الإنتاج والتصدير في ظل المناخ الاقتصادي الملائم الذي جسده رئيس الجمهورية بقرار تدعيم الاستثمار وتقليص فاتورة الاستيراد.